مرة صحيت من النوم قمت مفزوع، الدنيا بتصوت والدنيا مكهربة وناس بتصوت، وانا قلت في ايه؟ قال لك باب وصل له كهربا مسك في واحد والناس خايفة تروح عليه. الواد بقى ماسك في الباب وزن زز هيموت. فامه بقى خرجت عماله تصوت وراحت قافشه فيه. الواد ناطح، الواد ده مش يسيب الباب، لا ماسك في الباب. امه تقول له سيب، الواد عم يقول زن يا ابني سيب الباب مش عايز اسيب، يخرب بيته ويخرب بيت سنينك. اخر ما زهقت منه راحت شداه كده ولاد حساب الباب، كان هيموت وكان هيموت امه. باب حديد وصل له كهرباء، ما تعرفش جاي منين إيه. ده كان يوم اخبر، الناس خايفه تروح. الغريبه الناس خايفه تروح. انت خايفين تروح ليه؟ انت خايف تروح يا عم انت هو ليه؟